قبائل أبين تدعو إلى تكتل جديد بعد وصول اللواء فيصل رجب. تفاصيل الخبر، أهلا بكم. دعا شيخ قبلي بارز في محافظة أبين إلى الإعلان عن حلف جديد للدفاع عن حقوق أبناء المحافظة، وطالب شيخ قبائل المنصوري محمد حسين المنصوري الوفد القبلي المرافق للواء فيصل رجب وكل الوجهاء والمرجعيات إلى انتهاز الفرصة بتشكيل لجنة تحضير للإعداد لهذا الحلف ولوائحه النظامية ونظامه الأساسي. وأكد أن أبين لن تعود إلى مكانتها وموقعها الذي تستحقه إلا بعد توحيد صفوف قبائلها تحت داعي ومكون قبلي واحد، مبينا أن الحلف القبلي سيكون له الدور الكبير في مساعدة السلطات بالمحافظة والوقوف إلى جانبها في حل مختلف القضايا المحلية. وأشار المنصوري إلى أن حلف قبائل أبين لا يمثل أي اتجاه سياسي وحزبي بقدر ما يهدف إلى الدفاع عن حقوق أبناء أبين وتعزيز نسيجهم الاجتماعي ودعم تلاحمهم لنبذ الصراعات والتفرقة العنصرية.